السلام عليكم، مساكم الله بألف خير وحياكم الله بحلقة جديدة من هروج لست. حلقتنا لهذا الأسبوع ستكون عن أبرز إيجابيات وسلبيات مهرجان سمر سلام 2017، وهذه القائمة تم ترتيبها بناء على وجهة نظر فريق عمل هروج المصارعة، وهو اجتهاد منا قد نصيب وبكل تأكيد قد نخطئ. فبسم الله نبدأ. في المرتبة العاشرة تواجه مدراء العروض كيرت أنجل ودانيال براين لبناء الشيكة بالقادمة والدرافت، وهذه بدأت مع مهرجان NXT قبل سمر سلام، وهي تعتبر طريقة جيدة في بناء علاقة المدراء مع المواهب، ومن الممكن تكون بداية عداوة العرضين تجهيزا للسيرفايفر سيريز، وهذه تعتبر أحد إيجابيات مهرجان سمر سلام 2017. في المرتبة التاسعة عدم وجود مفاجأة بالمهرجان. مهرجان ضخم وثقيل بحجم سمر سلام يجب أن يكون استثنائي عن بقية العروض الشهرية، فقد يشهد عودة أحد الأساطير أو النجوم أو نتائج مفاجئة وصاعقة للجمهور، إلا أن سمر سلام هذا العام لم يشهد أي مفاجآت، فقد كانت النتائج متوقعة ولم يعد أحد الأساطير أو النجوم، وتعتبر هذه أحد سلبيات مهرجان سمر سلام 2017. في المرتبة الثامنة وضع مباراة فرق سماك داون في الكيك أوف. أحد أفضل فرق العالم حالياً الأوسوز والنيو داي تم جدولة مباراة بينهم في السمر سلام، ولكن في العرض الاستباقي، وقد قدم مباراة تاريخية وأحد أفضل مباريات العام في WWE، وعلاوة على ذلك فتم تفضيل مباراة The Big Show وBig Cass عليها، فقد تم وضعها رغم تعاستها بالعرض الرئيسي، وتعتبر هذه أحد سلبيات مهرجان سمر سلام 2017. Now you know it's not paranoia. في المرتبة السابعة فوز راندي أورتن على روسف في مباراة سكواش. أحد أهم العائدين لهذا العام روسف تم جدولة مباراة له ضد راندي أورتن في سمر سلام. دخل روسف بشكل قوي على راندي أورتن قبل بداية المباراة، إلا أن أتت شارة بداية المباراة فلم تستغرق مدتها نصف دقيقة، بل انتهت مباشرة بعد تنفيذ أركية مفاجئة في فوز جدا غريب لراندي أورتن ومؤثر جدا على روسف، وتعتبر هذه أحد سلبيات مهرجان سمر سلام 2017. في المرتبة السادسة فوز جون سينا على بارين كوربن. صاحب الحقيبة لعام 2017 بارين كوربن، والذي خسرها في الأسبوع الماضي عن طريق جون سينا، تم جدولة مباراة له ضد جون سينا في السمر سلام، فقد توقع البعض فوز بارين كوربن على سينا كدفعة له، إلا أن توقعاتهم لم تصب، فقد فاز سينا على كوربن فوز لم يستفد منه إطلاقا، فقد انتقل بعدها إلى عرض الرو، وتعتبر هذه أحد سلبيات مهرجان سمر سلام 2017. في المرتبة الخامسة احتفال جندر ماهول بلقب WWE. بطل العالم الحالي جندر ماهول يدافع عن لقبه من أمام أحد أفضل مصارعين هذه الحقبة، لكينج أوف سترونج ستايل شينسكي ناكامورا. وتوقع البعض أن الياباني الشهير سينتزع اللقب من جندر ماهول، إلا أن التوقعات لم تصب، فقد فاز جندر واحتفظ بلقبه بنفس الطريقة التي فاز بها بلقب WWE، وتعتبر هذه أحد سلبيات مهرجان سمر سلام 2017. في المرتبة الرابعة احتفاظ AJ ستايلز بلقب الولايات. بعد فوز الاستثنائي بلقب العالم في العام الماضي، ها هو يحصد ثاني ألقابه بالـ WWE وهو لقب الولايات، وشهدنا في مهرجان سمر سلام احتفاظه باللقب عندما هزم كيفن أوينز المرة الثانية، وفي مباراة ممتعة معلن نهاية العداء بينهما وافتتاح منافسات جديدة على لقب الولايات، وكذلك بداية عداء آخر بين كيفن أوينز وحكم المباراة الخاص شين مكمان، وتعتبر هذه أحد إيجابيات مهرجان سمر سلام 2017. في المرتبة الثالثة عودة لقب الكروزر ويت لنيفل. ملك قسم الكروزر ويت نيفل يستعيد لقبه من أكيرا توزاوا بعدما خسره في الأسبوع الماضي، وكان فوز توزاوا لزيادة عدد الفائزين بلقب الكروزر ويت بعد عودته فقط لا غير، وهذا يعبر عن فشل كتاب الفئة لإيجاد منافس حقيقي لنيفل، فعودة اللقب إليه تعتبر أحد إيجابيات مهرجان سمر سلام 2017. في المرتبة الثانية احتفاظ بروك لزنر بلقب الكون. بروك لزنر يحتفظ بلقبه من أمام وحوش وجبابرة هذا العام رومان رينز، سمو جو، وبرون سترومان، وفوز بروك لزنر إيجابي من ناحيتين: الأولى استكمال سيطرة شخصية الوحش بروك لزنر بعد أن ثبت رومان رينز الذي انتصر على الأندرتيكر وتسبب باعتزاله، والثانية ظهور برون سترومان بشكل قوي ولا يقهر بالنزال، مما أدى إلى أخذ فرصته على اللقب رغما عن البطل. ففي عرض الرول الأخير تم تحديد مباراة بينهم في مهرجان نو ميرسي،
وتعتبر هذه أحد إيجابيات مهرجان سمر سلام 2017. وفي المرتبة الأولى فوز دين أمبروز وسيث رولنز بلقب الفرق وعودة شمل الشيلد. دين أمبروز وسيث رولنز يفوزون بألقاب فرق الرو أمام شيمس وسيزارو في مباراة الكل أجزم واتفق على أنها أحد أفضل مباريات المهرجان. ففوز دين أمبروز وسيث رولنز بألقاب الفرق قد تكون أولى شرارات عودة الشيلد محبوبين أو مكروين، ويعتبر فوزهم بألقاب الفرق أحد إيجابيات مهرجان سمر سلام 2017. ولهنا نوصل لنهاية المقطع. إذا عندكم أفكار واقتراحات الحلقات الأسبوع القادمة أذكروها لنا تحت بالتعليقات. لا تنسون دعمنا باللايك والشير والسبسكرايب، وأيضا لا تنسون الاستماع إلى بودكاست فروج سمر سلام المخصص للحديث عن تاريخ وارث المهرجان كل خميس وطوال شهر أغسطس عبر قناتنا على الساوند كلاود. نشكركم على المشاهدة والسلام عليكم.